صباح الخير عليكم الخوت. اليوم فيديو ديال اليوم راكم فيه انا والواليد. نسرك انا والواليد هنا في البلاد، راه هو سابقني. نسرك نورينا الاراضي ديالنا، الاراضي ديال جدي اللي خلاه جدي، ورينا يعاود لينا شويه على البلاد. هاد البلاد ديال البلاد ديال الواليد قريب، كنت كنجي لها بزاف. كنجي البلاد ديال الواليد انا غنوري لكم فين كاين. المهم حنا في دوران حاليا واحد التفضنا، خليكم معنا. الله يس، خوغنا الشمس اليوم. شحال دوزتي هنا في البلاد با؟ حياتك كامل شحال دوزتي فيها؟ شحال دوزتي في هذا الوقت تقريبا؟ دوزتيش بزاف؟ ها؟ الله يعطيك خرجتي من البلاد؟ شحال جلستي؟ الله البلاد زينة، زيد شوية الشتا ياك؟ ديال القيشة الزوينة ديال البلاد هي وقت الربيع. هنا في الصيف كيكون الحال سخون، هنا حتى هي كتكون زوينة مع قريب لينا البحر، ولكن كيكون داك الصاد بزاف عاوتاني قاصح شوية. من الأحسن تجي في وقت الربيع، كتكون الخضورية والربيع كيكون شوية البرد. هنا كاين البلاد ديال الوايدة، كاين فهاد الجبل هنا ورا هاد الجبل. غنمشيو نجيبو واحد الدويرة هنا يا خ هاد الواد، بارطاجيو معاكم. سميت هاد البلاصة هادي اللي هنا؟ فين راستي ديتقان. ديتقان، وتا سيدي ومارك فين هي؟ هادوك اللي فوق الجبل، هاد الديور هاهما، هاهما غيبانو لكم هنا. أرجعنا خوتها تبارك الله، راه بدا يخلف الحمد لله. خاصة شوية مازال الشتا تولي الدنيا تبارك الله، غتولي الدنيا خضرا كثار. سميت هاد البلاصة تاكرور سوا عرام. هاد البلاصة خوت هادي ديال جدي، هاد الأرض كتشوف فيها كلها تل تل، هاد البلاصة كلها ديال جدي والفوق لهي. صراحة البلاد زوينة والله، شبعانة أركان. الدوار هذا سميتو هنا تسوكيت، هادي الطريق اللي غادي تافضنا ياك أبويا، هادي داك تي غادي تافضنا، هادي الطريق ديال أنا اللي دارو لي أنا داك داك المسمار، البرج ديال سميتو ديال أهلا المسمار، واخا نزومي ما غاديش يبان مزيان. هاد البلاصة خوت هذا هو البلاد ديالنا هانتوما. زرت؟ شوف ما غاديش يبان لهم في التليفون. شوف هذاك البرج ديال المادة. هذه الفيلا ديال السماوي، راه هي شتيها، راه هي فيها العزاز كياكلو اركان، كيعرفو اركان. هنا الا ذبحتي جدي معرفتي شنو ذبحتي، شي بحال هادوك اللي كتعرفو معرقينا ميكاو. فوالا حنا وصلنا للواد تبارك الله، رد البال با. فوالا هذا هو الواد الخوت، البحير. نزومي شويه هذا البحير، ها الواد اللي غادي يغلي عمك حماده اللي غير بزاف. هاد البلاصه اللي كتشوف فيها فين هو؟ هاد الجبل، هاد الجبل اللي كتشوف فيه الخوت ها هو. هاد البلاصه هنا كان عمي فاش كان باقي صغير كان تحدى واحد صاحبو، دارو تحدو وطلعو من هاد البلاصه حيت خايبه بزاف وطلعو منها. ها هي الهبطة ديال الجبلية هادي، الطريق تهبط من هنا تهبط للواد. هنا راه كلهم بحيرة، هادو كتشوف فيهم راه كلهم بحيرات كيغرسو فيهم الناس، كيديرو كلشي خضرة وسميتو، دايرين بيوتها. واحد البيت صغيور هنا كيبات فيه واحد السيد، غير الخريدة أغدو بوقال، أغدي وبوقال، أغدو بوقال،
اقضيو بوقا للبلاصه سميتها عندنا دار الجبال عماد الامان سيد عندنا جاي بعد 60 تمدا غزيفنا تمدا غزيفنا تمدا وطقا تمدا وطقا التسمية هادو راه ما غيفهمهمش العرب غيفهمهم غير الشلوح الشلوح اللي غيفهمو هادو الطريق هادي خوت قديمة هادي الطريق تشوف 1934 خدامات حتى الستينات الستينات وهي تحبس صافي خسرها الويل الطريق هادي وكانوا كيدوزو فيها الكرويلات بكري عام 1934 1934 كرويلات هذاك سميتو الكوتشيات ديال النصارى تبارك الله الكوتشيات كانوا كيدوزو من هنا ديال النصارى كيديروا لهم أربعة الخيل تبارك الله من تمانار من صويرة تكونوا خوت فهمتوا الكرويلات الكرويات اللي كيمثلوا بهم في أفلام دابا أفلام قدام كيكونوا ربعة العودان ربعة الخيل كيجروا ديك الكروسات اللي كيركبوا فيهم هذاك الملك ولا الملكة بحال الطوموبيل كيكونوا الكرويلات بحال هذا الشكل أنا غنحط لكم التصويرة بحال هذ الكرويات اللي كتشوفوا بحال ما هكا كانوا كيدوزوا من هذا الطريق وكانوا كيمشيو للبحر البحر راه كيف قلت لكم تاخذ النهار كاين وراء هاد الجبال كاين البحر كيجيو حتى من تمانار كيجيو من فيلاج تمانار تا هو صارت تما وليهم اه دابا حنا غنطلعوا على الجهه ياك بحال هكا دابا حنا غنمشيو على الجهه نشوفوا عاوتاني كاين شي حاجه غنبارطاجيوها معكم هنا ديال تبرش الطريق خوش كان كيدوزو من النصارى كيجيو توفيش ايش هاد المرض ديال التوفيش هادي ما سمعتش وانا المرض قديم خوت كان كيف قال الوالد كان كيجيو النصارى الطريق اللي كتشوف هاد الفيراج كيجيو كيجلبوا للناس كيدير لهم كيلقحوهم بالدواء ديال التوفيس ديك الساعه الكوتشيات ديال الكوبري ما كاين لا لومبيلونس لا هذيك هي لومبيلونس ديال بكري كيجيو فيها الوقت تبدلات والطريق كيدير خوت 57 داروني غير في الشوالي داروني في الشوالي داروني في الشوالي انا خويا عقلت على واحد الطوموبيله حمراء بحال اليوم ديكابوطابل عريانه من الفوق وعندها الرويد ديال السلك بحال ديال الموتور الرويد ديالها رقاق دوك اللي كيبانو في هذاك الشيء اللي فيه الماء تزيد دوك الطوموبيلات القدام واش غادير هنا تيقولوا لي هاد الهبطه تيقولوا لي 3 بوكويه هاد الهبطه خوص من 3 بوكويه ونترجمها لكم بالعربيه هي هضبات بوراس الهضبه ديال بوراس يا شي بوراس اللي كان كيهبط من هنايا ها طاحونة قديمة المهم حنا نمشيو للطاحونة قديمة نصورو عليكم الخوت شجر ديال الإركان تبارك الله قداش خوت كبير أكبر شجر ديال الإريان اللي كاين هنا كبيرة تبارك الله فين هاد الطريق كيدير خوت صعيبة شوية هاد الحجلات خوت هما الله طارو فين هما مشاو الحجل تبارك الله راه كاين هنا بزاف كيصيدوه بالليل ياك با كيصيدوه بالليل هنا ما شديناهمش كان خوت مخبين هنا فين مخبين هنا فين كانوا مخبين غنسمعو الحس وما يطير بغيت نصورهم ساعة تاع الطلج جينا عند واحد الصديق ديال با الصديق ديالك هذا شوفو السقوفة لا حاجه مرات شحو شويه وخرج الا شتا ما واش كاين الا هو ما شتا ما واش باش ما نعملش كروت ولا سما فا خوت هذه هي الطاحونه اللي قلنا لكم قديمه الطاحونه شاده من عام ديال بو قديمه بزاف نوري دوماج لقينا مسدودة خوت هانتوما نشوفو بلاصة أخرى نصوروها موتور ديك الساعة
خلي الموتور ديالها راه عنده يدعم راه يطلع هذاك الحيط اللي حدا النخله اللي هذاك في المسكن كيطيح له الدقيق هذه واحد المطفيات وحدها جوج تما تيخطفوا فيها نحن اه يا زيد هذه الخوت الروضه ها يقول لي جدي حتما وجمور انا شنو هو قبر ديال جدك؟ لا قرر وجمور هذا الجمور انا اخت عقلي جدي خوش مدفون هنا حدا الشجره هذه وجدي حتى هي حداه وجدي وجدي حيت ماتوا تقريبا في سيمانه وحده بوت الوالد وبوت الوالده الله يرحمهم ماتوا في سيمانه مدفونين هادشي اللي قال الوالد دابا عقل عليهم في هاد البلاصه هذا واحد الوالد الصالح سميت هاد الوالد الصالح سيدي عزاوي هدا والله يرحمهم الله يرحمهم جميعا الله يوسع عليهم الله يغفر ليهم المهم الخوت كانت هذه جوله خفيفه في البلاد ان شاء الله لا عجبكم بحال هاد الفيديوهات بقى كل مره نجي فيما جينا للبلاد انا الوعيد صاروا لكم شي فيديو هنا يلا هاد الفيديو راه غنحطو في انستغرام وغنحطو شي في اليوتيوب باش يبقى ذكرى ليا انا والوالد قديما نشوفوه يلا الله يعاونكم